ليه ربنا بيقتل اولاد كنعان الملعون؟ وقالت في سفر الحكمه 12، ده انا سكت عليهم كتير وقلت هو قال لابونا ابراهيم فعلا انا هديك الارض دي بس لما يكمل كاس غضب الله. ملعون من يسرع في اكتمال كاس غضب الله، حيث ينتشرون تنتشر الرذيله والفساد بعالم الناس كلهم. يزني مع كلب مع حمار، شفنا واحد من ولاد كنعان على اليوتيوب. طيب الكنيسه الانجيليه التبشيريه ما بتروحش ليه؟ سوري، اللي هي اللي بتكرز تبشر تدي اكل وشرب، بتكرز اللي هي تكرز الناس بالانجيل، ما بتفهمش الناس دي لدينها، الناس اللي هي تبعت اولاد كنعان الملعون. رغم في ناس من اولاد كنعان الملعون فلتوا، والشيطان بياخد طاره بقى بيسحب من اولاد سام. هي مش عملت تخصص على فكره، اللي عايز يتبع ربنا يتبع، بس اللي عين الله سفر الحكمه واحد بيقول اني كل المحبه ولكني لا اغفر ابدا اللي ذرات له اللي ينو اللي إل. الناس دي ربنا خرجها على صورته ومثاله، بتزني مع كلب، هي يعني بتنزل ربنا المنظر ده. اللي يعمل كده الله يفسده، الله محدد لكل واحد مراته بس. انا حاطة الحاجات دي علشان ده استفزاز الكيسة الانجيلية توصل للناس دي بالايميل بتاعهم وتحاول تعالجهم. ولان ولاد كنعان عملوا كل يوم اشعياء 30 to put an end to their evil plans، حياتهم الشريرة ربنا يضع نهاية ليها، زلازل براكين، ما فيش حاجة اسمها قصف، لا مش حاجه ان انا بخوف، لا خافوا بقى. فانتوا تجيبوا كلب تزني معاه وتعمل مصايب سودا، ترجع جات لي نهب القذافي مش عارف مين، تكفر المسلمين وعايزين هنا، ما خوفكوش، لا ده خاف، ده ربنا قال هنزل نار من السماء على مصر ايام كثير حتى تصير صحراء جرداء باروك اربعه، لان يعني احنا اللي استعبدنا شعبه، مش احنا اللي حاربناه في السد العالي بتاع منجا. المهم اللي هيعمل زي الاشرار يستحق زيهم. يا ريت تشوفوا الناس دي والايميلات بتاعتها موجوده، حتى واحد مع مراته او مع هو عايز يفسد الناس ليه؟ كل يموت مع بعض، مش ده اللي سيفوس ربنا بيقول له عملت كده ليه؟ في ادم وحواء، اشمعنى هو تغفر له؟ هو ما يعرفنيش، بيشوف واحد بيجي يقعد معاه ويقول له سمي ده عجل، ده اسد، ده نمر، ده بتاع. وغضب ربنا ان خلى الحاجات دي بتاكل الجاموس وبتاكلنا. قال لا، ما ده غضب، امتى نتصالح مع ربنا فخلي الاسد ده هادي، البابا يحط ايده عليه مفيش مشاكل. انت لما يحصل المصالحه بيننا وبينه، المصالحه اللي حدثت بين الثالوث بتاع الله الاب والابن والروح القدس، والثالوث بتاعنا اللي هي النجمه دي اللي هو الجسد والروح والناس، هو الصليب. خلاص اقبلوا الابن حتى لا يغضب الله، نبطل شر ونبطل نعمل شر، استبدلوا الطبيعه راجل مع راجل، ست مع ست، وعلموا الناس، يقول لك ثقافه جنسيه، اي حاجه ضد ربنا تبقى قله ادب. من الاخر كده، انا بدافع عن حقوق الانسان بس ما بدافعش عن هومه. احنا نحاول نعالجهم، يعني واحده كانت ماشيه مع واحد بره سفليه يعني. بدا يضربها، فكرت انها تعمل كده مع راجل، لا حاولنا انا اصلحهم، لكن اللي مصر على كده ربنا هيولع فيك وفي اهلك. انت مش احلى من ابيها وابن ادم وقرح ودسان. انا افترست شعبي عندما اخطئ، الا انتقم من ام وقحه مثلكم؟ ولماذا افرز الاشاره ما فهمش ولا رزه؟ كلهم طين مطين. خلاص نشوف احنا مين، احنا على صورة الله ومثاله، زيك احنا ندافع عن حقوق الانسان لان الله قال اخلق الانسان على صورة ومثالي. انا في حاجات كتير بس انا واحد، هو الاب والابن والروح القدس، بس هو واحد. عندما ابي كان يخلق كنت اخلق معه، انا منذ القدم ميخا 5. نفهم الكلام كويس حتى لا نهين الله بعملنا القذرة، اما الله او الشيطان، ما ينفعش الاثنين يبقوا مع بعض، ما ينفعش الاوضه تبقى ضلمه ومنوره، تيجي ازاي دي بقى بمخنا كده؟ استحاله. يا قلبك في ربنا في الشيطان.